هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سعد الناس بهذا القطر لو وجدوا مثل الإمام ابن الددو من سما من قد سموا في أدب ووقار وشأ من قد شأوا. يا له من كوكب يفري الدجى قمرا من دولة يسعى لدو. يا أمير السفر هل من لفتة لأناس لك بالقرب اعتزوا. زاحمتهم فيك أقوام وهم من سواهم بك أولى لو دروا. هذا ما قاله الشاعر الكبير أخونا وصديقنا الأستاذ التقي بن الشيخ، وهو يعاتبنا نحن المشارقة على خطف مولانا الشيخ، ولكننا نقول له ولإخواننا هناك إننا أخذناه إلى هنا ليظهر للملايين ويستفيدوا من علمه وينتفعوا بما فتح الله عز وجل به عليه، فعسى أن يكون في هذا شافعا لنا وعذرا، وكذلك يعذرنا عند الشيخ على هذا الخطف وعلى هذا الإيراد الذي لم يكن متوقعا له. شيخنا، أولا حياك الله، وثانيا تكلمنا بالأمس عن الرياضة وأحكامها وانتهينا إلى موضوع المسابقات والجوائز، وفهمت منكم أنكم ترجحون أنه لا مانع من أن توضع الجوائز على أي مسابقة رياضية كانت، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل معناها أن هذه أحق ما يكون فيها السبق. ثم تكلمنا عن المعطي لهذا السبق من يكون أو للجائزة، فقل إن كان من بيت المال فلا بأس به، وإن كان من أجنبي عن المتسابقين فلا بأس به، وإن كان من أحد المتسابقين على أنه إذا فاز لا يكون المال له أصلا وإنما يجعل لجهة أخرى. ونأتي إلى الصورة التي هي محل البحث الآن، ماذا لو اشترك المتسابقون في دفع رسوم أو اشتراكات ثم جعل مجموعها الجائزة وأخذها أحد الفائزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الصورة المذكورة هي صورة القمار الذي كان سائدا في حضارة العرب وكان من ديدنهم وكانوا يتفاخرون به، فكان الرجل يمدح ويرثى بأنه ياسر، كما قال أبو طالب: لا إن زاد الركب غير مدافع بسرو سخيم غيبته المقابر، وبسرو سخيم فارس ومنافر وفارس غارات شديد وياسر. فيمدحه بالميسر، فيكون هذا من الممنوع. نعم. طيب، الأحاديث الكثيرة التي وردت في شأن الرهن شيخنا، مثل حديث أنس لما سئل هل كنتم تراهنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس. فبهش لذلك سامع الحديث وعجبه، وكان الخبر عن الحجاج في فيما نقل. فمثل هذه المراهنة هي عين ما نحن فيه، أن كل طرف يدفع شيئا أبداً. ثم يكون بالنسبة لما ذكره هو من السباق على الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من السباق الحافر، وكان السبق فيه من بيت المال، لكن وقد ثبتت المسابقة من بيت المال وليس من الأطراف. نعم. ليس في الحديث المسابقة بذاتها، المقصود بها مسابقة الخيول، ففي حديث ابن عمر في الصحيح: نعم، سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكنت هي من ركبها. نعم، هذا في الصحيح. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسابقة الخيل به قسمين: الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة. لكن هنا لقد راهن. نعم، الرهان في الخيل أن يكون الفائز له مزية، إما أن تكون المزية مالية أو زاد في سعره ونحو ذلك، ولا يلزم منها أن يكون الأطراف يتراهنون. لا. طيب، وكذلك حديث وذكرت لك بالأمس. نعم. أنه اشتهر الرهان في قصة في حرب عبس وذبيان. نعم، قصة فداحس الغبراء. نعم. طيب شيخنا، عن عياض الأشعري قال: قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. فسبقه قال: فرأيت عقيصة هي أبي عبيدة تنقزاني وهو من خلفه على فرس. هذه مراهنة أيضا بين أبي عبيدة وهذا الشاب. نعم، المقصود من يسابقني فقط، هذا المقصود المراهنة هنا، ولم يريد أنه أخذ سبقا على ذلك. لكن لفظ المراهنة لا يلزم منه أن يكون على مال؟ لا أبدا. طيب، المراهنة في الأصل من الرهن، وهو ضمان أي كان لا يغلق الرهن. نعم. طيب شيخنا، لو أنه دخل في هذه المسألة محلل، بمعنى جاء بمتسابق لم يدفع اشتراكا، البقية دفعوا وهو لم يدفع، وشاركهم من فاز. هذه كانت صورة من صور القمار والقداح، فيكون المتسابقون منهم من يدفع النصف. نعم.
ومنهم من يدفع الربع أقصد الثلث، ومنهم من يدفع السدس، وواحد لا يدفع شيئا فيلقون أزلامهم فيفوز منهم من فاز. وهذا يكون داخل أيضا في الصور الجاهلية. نعم. طيب شيخنا، الحديث الذي عند أحمد وفيه من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق وهو قمار، ففيه أنه إذا أدخل متسابقا قد يفوز بالسباق دون أن يشارك في المال، فليس عليه شيء ولا عليهم. نعم، لكن إذا كان ذلك في أدخل فرسا بين فرسين من وهو متسابق بينهما وليس السبق منه، لم يرد أن السبق منه في هذا الحديث. لأني وجدت أبا جعفر يقول كلام يعني يعزز هذا، طحاوي نعم، في شرح مشكل الأثار أو في شرح المشكل، في المشرح المشكل يقول نعم. فكان المراد في هذا الحديث والله أعلم أن الرجلين يتسابقان بالفرسين ويدخلان بينهما دخيلا ويجعلان بينهما جعلا، وذلك الدخيل تسميه العرب محللا، فيضع الأولان رهنين ولا يضع المحلل شيئا، ثم يرسلون الأفراس الثلاثة، فإن سبق أحد الأولين أخذ رهن صاحبه فكان طيبا له مع رهنه، وإن سبق المحلل ولم يسبق واحد من الأولين أخذ الرهنين جميعا فكان له طيبين، وإن سبق هو لم يكن عليه شيء للأولين. هذه الصورة الممنوعة التي كانت في الجاهلية التي ذكرها أبو جعفر، أليس هو يذكرها على أنها معنى الحديث؟ هو ذكر أنه قال أنه تخيل أن هذا معنى الحديث، لكن هذا كان موجودا في الجاهلية وهو الممنوع. نعم. سمعت سعيدا بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا أدخلوا فيها محللا، إن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. سبق نعم عفوا نعم. وإن سبق لم يكن عليه شيء. هذا سعيد كأنه يفتي نعم بجواز المحلل، كأنه يروي يرى هذا، يرى الإباحة. نعم. لكن ليس معنى ذلك أن لا ترون هذا راجحا. نعم. هم قالوا المحلل هذا يعني قد يغنم ولا يغرم قطعا، والقمار هو احتمال الغنم والغرم معا، فإذن أين القمار في حقه؟ هو قد لا يغنم وقد لا يغنم، والآخران قد يغنم أحدهما ويخسر الآخر بالكلية، وقد يغنم الآخر أيضا، فيكون القضية كلها محتملة. لا ترون جواز نصيب ما أن يربح الإنسان وإما أن لا يحصل جواز المحلل؟ نعم، هي كلها بمثابة لي نصيب. طيب إذا قلنا أن هذه الفرق المشتركة تدفع هذه الأموال لأجل إدارة المباراة أو إدارة اللعبة أو ما يسمونه الدوري، وإنما تكون الجائزة شيئا يسيرا من قيمة هذا المال المجموع، رمزية ربما كأس أو شيء، لكن أصل الاشتراك لأجل التنظيم والترتيب والنفقات. الواقع أن المال الذي ينفق في الرياضة أكبر من هذا بكثير جدا، وفيه مبالغات وإسراف لم يعد يحتمل أصلا. صحيح، لكن سنأتي للمبالغة، لكن نتكلم على الفرق البسيطة أحيانا في المدارس أو في المراكز أو في الأحياء يفعلون هذا. إذا كان لهم صندوق للتبرع يتبرع فيه الجميع من أول الفصل إلى آخره، ثم رأوا أن يقيموا مسابقة ويكون بعضهم له جائزة من هذا الصندوق، فليس هذا مقصودا أصلا بدفع الاشتراك في الصندوق ولا حرج فيه، إنما الممنوع أن يكون اشتراك من أجل المباراة، اشتراك من أجل المباراة بذاتها. طيب بالنسبة للاحتراف شيخنا، أن يحترف الإنسان رياضة من الرياضات وتصبح هي عمله ويأخذ عليها راتبا، هل هو جائز؟ نعم، إذا كان الإنسان سيتقن عملا من الأعمال المباحة ويبالغ في إتقانه حتى يتميز فيه فهذا نوع مطلوب. وإن كان رياضة ولعبة كرة القدم أي أمر جائز للإنسان أن يتقنه. الغرض من الرياضة هو تنشيط الأبدان، فتحوله إلى وظيفة لها أغراض أخرى، هذا الغرض الأساسي للفرد. طيب. لكن لها أغراض أخرى، منها رفع الروح المعنوية والقتالية لدى الجيوش، ومنها رفع الروح المعنوية للشعوب، هذا لا يقتضي، ومنها مجرد الرفاه بالرؤية تفكه بها، ومنها أيضا الشغل الناس بالبدائل الصحيحة عن المحرمات. طيب شيخنا، عندنا إشكال في كلام الفقهاء عن الاكتساب باللهو ومنعهم منه، يعني الماوردي يقول يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، قال السيوطي وظاهره يشمل اللهو المباح، هذا الكرة له؟ نعم، هذا تضييق من الشافعية وهو معروف عندهم في مذهبهم، والجمهور على خلافه. ومن القيم ليس شافعيا؟ اي نعم. وأيضا يقول وقد يكون مع القصد الحسن عملا صالحا، يعني بعض اللهو، لكن يحرم أكل المال به، ليس لأن العمل فيه مفسدة في نفسه، بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، لا سيما وهو من اللهو واللعب. نعم، هو رجح هذا الطرف من الخلاف، لكن الخلاف باقي ولا طيب. يمكن أن يحسم بهذا. نعم. طيب لو قال القائل أن الاحتراف لا يخلو من مفاسد، منها السفر إلى بلاد الكفر مع ما فيه،
ومنها الإسهام في التحزبات وإثارة الفتن والمشاكل، ومنها مزاولة اللعب في أوقات الصلاة، ومنها الرضا بتحكيم القوانين الوضعية. كيف يكون هذا؟ بالنسبة للرضا بتحكيم القوانين الوضعية والمشتغل عن الصلاة والمحرمات، هذه لا تجوز مطلقا، سواء بالتعلم العلم النافع أو بالكرة أو بغير ذلك. وأما ما سوى ذلك من مجرد السفر ونحوه فلا حرج فيه، بل لا يحرمه هذا. وهل قوانين الكرة تلحق بالقوانين الوضعية؟ لا، قوانين الكرة بمعنى ما ينظم هذه اللعبة بذاتها لم يتدخل الشرع فيه. يعني بعضهم يقول مثلا لو أن لاعبا اعتدى على لاعب فكسى رجله مثلا، فقانون اللعبة أنه يأخذ فاول مثلا أو ضربة جزاء. لا، لكن مع ذلك، لكن قانون الشرع أن السن بالسن. لا، معه مع ذلك. في مجال الكرة جزاؤه لدى أهل الكرة معروف، وفي مجال القضاء يحكم لا يعارض هذا. نعم، بالأرشية أو بالقصاص. طيب شيخنا، شراء اللاعبين وتهادي تبايعهم بين الأندية، هذا يشتري وهذا يبيع، هو في الواقع ليس شراء، لأن اللاعب ليس مملوكا. نعم، ولكنه بمثابة تنازل عن اختصاص في مقابل مال. بيع خدمة مثلا. نعم، تنازل عن اختصاص في مقابل مال، وهذا جائز. الأمور جائزة في الأصل. ما في شبه بتجارة العبيد الآن؟ اللاعب كلما علت مهارته علت قيمته، كالعبد كلما زادت صنعته. ليس مبيعا بذاته. نعم، إنما يباع حق الاختصاص، لأن هذا اللاعب عقد عقد إجارة مع هذا الفريق، فملك الفريق بذلك غلته. طيب، وإن صاحب هذا فهو أجير، فالأجير يمكنه أن يؤجر من الباطن. أنت إذا استأجرت هذا البيت من شخص، فيجوز لك أن تؤجره لشخص آخر. صحيح، لكن بقيود، منها أن لا يكون ذلك الشخص سيستغله في خلاف ما كنت أنت تستغله فيه. فإذا كنت أنت استأجرته على أنه متجر وأراد هو أن يعمله جراج السيارات، لا يجوز هذا، لأنه فيه ضرر على صاحب المحل وهكذا. لكن ولا يكون العمل الذي يؤجر له حراما، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ما يسحب هذا من المبالغة في الإنفاق كما أشرتم شيخي، يباع اللاعب هذه المبالغة وحدها 10 مليون 20 مليون، هذا السرف وحده ممنوع، لا يجوز. نعم، الله تعالى يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه والسرف السرف تحذير لا إغراء. نعم، والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. لكن وأيضا فيه تبذير للمال، وقد حرم الله التبذير، فقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك الكثير من الإقبال على الرياضة والانشغال بها والهوس والولع غير الطبيعي من كثير من الشباب والفتيان بالرياضة، سببه هذا الإنفاق الكبير عليها وصرف المال الكبير فيها، وهو مبالغ فيه يخرج عن نطاق المعقول أصلا. لكن شيخنا، إذا قلنا أن الرياضة اليوم أصبحت معيارا من معايير تمايز الدول وتقدمها وحضارتها، وأصبحت لها محافل دولية ولها كذا، فأصبح تميز دولة ما في الرياضة يعني حضورا دوليا، ويعني قيمة دولية، ويعني تأثير ويعني حضورا دوليا حتى في البعد السياسي. لكن مع ذلك لا يبالغ فيه بهذه المزية. لدينا كثير من الجوانب الأخرى التي يقع بها تميز الدول ولا ينفق عليها هذا الإنفاق. التزام الشعب، تعليمه، التطور العلمي، والوصول للفضاء. فإن أنفق على هذا وهذا؟ لا، هذا السرف غير محمود مطلقا، ترونه غير جائز. السرف غير جائز. طيب، إذا لكن إذا أنفق عليها بالقدر الكافي. إذا وسعنا هذا إلى أن الدول أصبحت تجعل وزارات للرياضة الآن وتقيم المنشآت، لا بأس من وزارات للرياضة ولا بأس من هذه نفقات هائلة. لا، لكن هذه النفقات يقتصر فيها على القدر الذي يؤدي المطلوب، ولا يكون فيه المبالغة في الإنفاق. مثلا سمعت في جنوب أفريقيا في العام الماضي كان الإنفاق الذي أنفقته على تهيئة الملاعب ونحو هذا إنفاقا هائلا، وكانت تظن أنها ستربح من خلال الدورة. نعم، التي أقيمت فيها، فما ربحت شيئا، كانت خسارتها مدوية، ما جاءت عوض عما صرف. لا. طيب شيخنا، عندنا مسائل أخرى في الرياضة متعلقة بموضوع الولاء والبراء، ومنها أولا موضوع تشجيع الفرق الرياضية في أصله، هل هو مشروع؟ نعم، لا حرج في تشجيع أي فريق، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى قوم من الأنصار يترامونه فقال ارموه أنا مع بني فلان، فكف الآخرون فقال ارموه أنا معكم كلكم. اللهم صل وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم مشجعا في البداية لأحد الفريقين، يعني ثم شجعهما لما رأى الآخرين كفوا. بعض المشجعين يبلغ به الأمر حد الإغماء والفرحا أو حزنا، وبعضهم حد الموت بالسكتة القلبية، فكيف يباح مثل هذا؟ هذا جنون. هذا من أدار التشجيع. لا، تشجيع المأذون فيه شرعا فقط، لا يصل إلى هذا. تصحبه المنافسات والشتائم والسب. لا، ما يجوز هذا.
فإذا لابد أن تضبط الأمور بضوابطها الشرعية. المقصود تشجيع هذا الفريق يقال ارموا وأنا معكم، لكن لا يتجاوز البعض يرى أنه لا ينفك، يعني يضرب أحداثا تاريخية. هذا غير صحيح. هل حصل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم، ذاك رسول الله. عمر بن الخطاب، تلك ليست كرة قدم. عمر بن الخطاب لما مر على فتيان من أهل المدينة يرمون فرآهم يخطئون فقالوا نحن متعلمين يا أمير المؤمنين، قالت الله لخطأكم في ألسنتكم أشد علي من خطائكم في أيديكم. يعني مثلا بعضهم يحتج بحوادث تاريخية مثل الحادثة التي وقعت عام 63 في مباراة بين البيرو والأرجنتين، حصل شغب على هدف من الأهداف هل يعتبر أو لا يعتبر، وكانت الحصيلة مقتل 48 شخص وأصابة 600، ويقولون لا تكاد تقوم مباراة كبيرة إلا يحصل هذا. فافتراض أن التشجيع في واقعنا اليوم ينفك عن هذه المفسدة هو افتراض يعني مثالي أو خيالي. لا لا، هذه نادرة. الغالب نحن نرى في كل دولة من الدول كثير من المباريات على مدى العام، ولا يقع فيها قتيل واحد جريح. طيب مسألة الإعجاب بالكافرين شيخنا، أعجب بلاعب كافر لمهارته وكذا وتعلق به. نعم، الإعجاب بشخصه بمهارته بطاقته لا بدينه لا حرج فيه. بلى، لكن دينه ملتبس به لا ينفك عنه. لا ليس ملتبسا به، بل أنت ما أعجبت به من الناحية الدينية وإنما أعجبت به من ناحية العدو والسبق. وقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بعنترة لما أنشد قوله ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به عظيم المأكل. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم به، وذكر أنه ما وصف له أحد من العربي فرآه إلا كان دون الوصف إلا زيد الخيل، هو زيد بن مهلهل الطائي رضي الله عنه، فإنه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فلما رآه وأسلم أعجب به. يبلغ الأمر بالناس شيخنا أن يحملوا هذا اللاعب على أكتافهم، يحمل المسلم هذا الكافر على كتفيه إعجابا أو يقيم له الاحتفالات؟ لا حرج، لا حرج في مثل هذا إذا كان من إكرامه. ما جعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا، هذا في الآخرة. كيف يجعل الله ولن يجعل الله هذا في الآخرة؟ أما وهذا ليس سبيلا عليه بالنسبة لمجرد إكرامه وإحسان التعامل معه، فإذا لم يكن عدوا بما في ذلك حمله ورفعه. نعم. طيب أن ألبس القمصان أو ما يسمونها التيشيرتات هذه التي عليها اسم اللاعب الفلاني إعجابا به ورقمه، هذا كله لا ليس فيه أي تحريم بذاته، فيه ساعة أدب، فيه نقص مروءة، لكن لا يصل نقص إلى نقص مروءة من أي جهة؟ نقص إذا كان الإعجاب أصله جائزا. الإعجاب جائز، نعم، لكن أن يكون تكون أنت ترضى بتبعيتك لهذا اللاعب أو أن كانك منتمن إلى هذا. إذا نقول بعدم الجواز؟ لا لا نقول به، نحن لا نشرع، ولا سيما الذي يشرعه هو الرب جل جلاله من خصائص الإلهية التشريع. نعم، قد أمرنا بالولاء والبراء. ولاء والبراء في الدين. نعم. قال إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. الولاء والبراء المقصود به في الدين، ليس الإعجاب ولا حسن التعامل. والصلاة بهذه الألبسة لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل المشركين وأحسن التعامل معهم، وكذلك الإقساط إليه فقد أمر الله به وهو العدل. والله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وهو أقرب للتقوى، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هل الإعجاب وتعليق الاسم وتعليق الصور وكذا داخل في حسن التعامل؟ صور لا تعلق، هي سابقة وقد ذكرنا من أجل أنها صور لا تعلق، لا من أجل أنها للاعب الفلاني الكافر أو غير ذلك. نعم، أنها صورة. طيب والصلاة بهذه الألبسة التي فيها الأسماء والأرقام؟ هي طاهرة أو نجس؟ طاهرة. خلاص، الثياب التي تشترط للصلاة لها قيود وضوابط شرعية، أن تكون طاهرة ولا تكون حريرا ولا تكون ذهبا ولا يكون عليها اسم كافر. لا، ما ورد هذا. هذا التشريع مما طيب لم يأذن به. طيب إذا كان في بعضها بعض شعارات الأندية تتضمن صلبانا أو ما يشبه الصلبان، اسم ميلان وبرشلونة وبعض الفرق في شعاراتها شيء من الصلبان، فهل في لبسها حرج؟ إذا كنت ألبسها لأجل الفريق. إذا كان الصليب كبيرا واضحا نعم فيه حرج، وقد أخرج الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تسعى بين الصفا والمروة وفي ثيابها صلبان فأمر بقرصها من الثياب بأن تزال. نعم. طيب الدعاء للاعب غير المسلم أن يوفقه الله وأن ينصره وأن أن يهديه، الهداية حاصلها، لكن يدعو حاصلة له خلاص إذا حصلت الدعاء بالهداية. لا، الدعاء بالهداية حاصل، لكن أقصد يدعو له مثلا أن ينتصر على هذا الفريق، على هذا انتصار أي فريق لا حرج فيه، فقد قال الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
في انتصار الرومي على فارس. والفرح غير الدعاء لكن. إيه نعم، لكن الدعاء بمجرد أن ينتصر هذا على هذا لا حرج فيه. طيب إذا صرنا شيخنا إلى موضوع التعلق بالرياضة، يعني اليوم أصبحت الرياضة كما تفضلتم شغلا شاغلا لبعض الناس، بحيث أنه مثلا إذا كتب كتب عنها وإذا تكلم تكلم عنها، وهو يقول أنا لا أنشغل عن صلاتي ولا عن واجباتي ولا عن وظيفتي، لكن لا تمنعوني في سائر وقتي إذا كنت في صفحتي في الفيس مثلا أكتب عن الرياضة في أي وقت ولو كان كل لا ما لكن المشكلة عنها. أن هذا هوس سيصل به الحال إلى الجنون. ما هو ضابط الهوس؟ يمكن أن يموت. الهوس هو ما أثر على العقل، الشيء الذي يؤثر على العقل في كل الأمور مذموم، ليس ضابط الأكثر. هو به يتميز الإنسان عن سائر الحيوان، وكل ما يؤثر على العقل فهو ممنوع شرعا. طيب إذا وصل حد إغماء أو مثلا سفه في التصرف أو كذا متفق على أنه ممنوع، لكن ما دون ذلك من أن يكون مثلا همه في القراءة متابعة صفحات الرياضة، وهمه إذا كتب أن يكتب عن الرياضة، وإذا تحدث في المجالس تحدث عن الرياضة وهو بعقله لا لكنه سفيه. ما وجه السفه في هذا؟ وجه السفه أنه ضيع العمر الثمين في أشياء لا تصل إلى قيمتها. يعني هذا سيصدق لو صرف على هذا الوقت مثلا في دراسة الفقه ودراسة الحديث والتفسير. بلى، لكن سيصدق على كل مباح شيخنا. نعم نحن نعرف ذلك، لكن المبالغة هي المنهي عنها. فهو إذا صرف كل هذا الوقت في ما لا ينفعه أو نفعه له محدود وأهمل ما نفعه له مفيد، لا شك أنه سفيه. يعني إذا أذنت لي، نحن إذا جوزنا أن يحترف وأن يستصبح هذا الرياضة عمله ووظيفته، فما لنا نمنع من أن تكون بالنسبة له اهتماما إضافيا؟ لا، لكن تذكرت أنه إذا كتب كتب عنها، وإذا نطق نطق بها، وإذا استيقظ يعني ليس معنى أنه لا يستغفر ولا يسبح، لكن معنى أنها تكثر عنده بحيث يعرف أن فلان مهتم. لا، الاهتمام لا حرج فيه، مجرد الاهتمام لا حرج فيه، لكن الذي نقصده هو أن تغلب عليه وأن تملك عليه عقله وتصرفه، فلا يرى من العالم إلا الرياضة، ويكون اهتمامه تكون جل اهتمامه. فهذا كله في كل الدنيا مذموم، كل الدنيا إذا غلبت على الإنسان. فسليمان عليه السلام لما نظر إلى الخيل حتى غربت الشمس قال ردها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق يضربها على سوقها وأعناقها. فكل ما يغلب على اللسان من الدنيا فلا خير له فيها. أبو طلحة الأنصاري عندما كان يصلي الضحى في ظل نخلة فطار طائر فلم يستطع الخروج من النخل، أعجبه فجعل ينظر إليه فقال ألهاني عن صلاتي فتصدق بالحائط الكامل. طيب لو قيل أن الرياض اليوم أصبحت، أنا وجدت فتنة في مالي هذا فتصدق به. تصدق به. لو قيل الرياضة اليوم أصبحت فنا واختصاصا أكاديميا واختصاصا صحفيا ولم تعد مجرد له ولعب، فبالتالي هناك مبرر لأن يكون بعض الناس منشغلا بها باعتبارها تخصصه وإن لم يكن عمله. نعم، إذا كانت هكذا كان تخصصه، لكن ليس المعنى أن تملك عليه كل وقته وكل طيب. جوارح. انتقل لمحور آخر. فمن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه الدنيا كلها صحيح. فهو سفيه فضلا عما كانت الرياضة من الدنيا. صحيح. نعم. مسائل تتعلق بالعبادة والرياضة شيخنا، هل يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل المباراة؟ مثلا مضطر أن أنتظر في الملعب ما عندي وقت فأجمع الظهر والعصر لكي أدرك مسافر أنت أو مقيم؟ لا أبدا مقيم. لا، إن الصلاة لكن كانت على المؤمنين كتاب موقوت. ما يلحق بالجمع لأجل الحاجة؟ لا، جمع الحاجة لم يقل به أحد، جمع من أجل الضرورة، الضرورة. من أجل العمل. نعم. هذا ليس لا يمكن أن يكون جمعا دائما. بل فسر به ابن تيمية وغيره حديث ابن عباس صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 من المدينة من غير خوف ولا مطر، قيل ولما قال أراد أن لا يخرج أمته، فما كان من ذلك فيها حرج. مثلا هذا طبيب يجري عملية قلب مفتوح تحتاج إلى 7 ساعات لا يمكن أن يقطعها، لذلك يمكن أن يجمع. وهذا لاعب سيدخل مباراة وطنية بين دولته ودولة أخرى وهي مصيرية، يصلي ويدخل، لا يمكن يأخذ الوقت كله. لا، المباراة مثلا ساعة ونصف مثلا، إذا كانت قبل المغرب بقليل بدأت فسيأتي العشاء وهو ما انتهى قطعا. لا، إذا كانوا مسلمين يضغطون على لا تكون في وقت الصلاة. فإن لم يكونوا، إن لم يكونوا مسلمين ما علينا منهم، لا نخطط لهم، نحن نتكلم يعني إذا لا رخصة في الجمع في لا هذا. طول الرياضيون المسلمون لا يجعلون الرياضة في وقت الصلاة فإنها تشغل عنها، البيع أفضل من الرياضة. ومع ذلك منعه الله في وقت الصلاة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مع البيع مباح، حل الله البيع وحرم الربا. وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب شيخنا، الصوم هل يجوز الفطر لأجل المباراة؟ المسافر ولا مقيم؟ المسافر انتهى موضوعه. لا، المسافر لازم ينتهي موضوعه.
وكذلك الجمع للمسافر لم ينتهي موضوعه. إذا أنت صحيح أنتم ترون أنه إذا استقر لا يجمع؟ لا، ليست قضية، قضية السفر من أجل له. أي هذه مسألة أخرى، هل يترخص فيه أم لا؟ طيب نحن في هذا الآن، إذا كان مقيما أولا، إذا كان مقيما لا يحل له، إذا أفطر في مطلقا رمضان فقد اعتدى على حرمة الشهر. طيب، ولزمه القضاء والكفارة أيضا. أبين لك وجه أحد المفتين. نعم، يقول يجوز الفطر لهذا اللاعب قياسا على الأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يضعفه عن عمله، كما نص على ذلك في فقه الحنفية على أن من أجر نفسه مدة معلومة ثم جاء رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله فإن له أن يفطر وإن كان عنده ما يكفي. له أن يفطر بعد أن يصبح صائما، يصبح صائم، فإذا تأثر وخاف على نفسه أفطر. طيب، هذا يحصل، يسوغ للاعبين أن يصبحوا صائمين فإذا وجدوا الجهد إذا أفطروا. خاف الإنسان على نفسه في أي عمل مباح وهو صائم فإنه يفطر، لكن هذا له، ليس عملا مباحا بمعنى العمل المباح. لا، عمل مباح ما دام عملا مباحا إذا شق على الإنسان وخاف الهلاك أو شديد هذا وجب عليه الفطر. إذا لا يبدأ بالفطر، لا إنما يعقد الصوم، فإذا طرأ له ذلك أفطر. إذا خاف من الهلاك نعم، أفطر مطلقا. طيب، إن كان مسافرا هل يكون كان مسافرا أسهل في حقه؟ اختلف هل يترخص صاحب له أم لا في قصر الصلاة وجمعها والفطر. فذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر الذي تستباح فيه الرخص هو السفر المأمور به شرعا، وذلك إما للرغب وإما للطلب، وأن السفر اللاهي لا يبيح ذلك. وذهب آخرون إلى أن السفر في اللهو المباح لا بأس يترخص في الرخص. نعم، وهذا الخلاف هو الذي نظمه أحد الفقهاء، قال والخلف في جواز قصر الله والمنع والأول هو الواهي. يعني هذا أكثر ما يعانيه المحترفون في الأندية الخارجية، لأنه من الصعب أن يكيفوا الأمور بحسب رمضان، دائما فيه مباريات وتدريبات وفيها، فيقولون نحن مسافرون محترفون في أوروبا، فإذن إذا كان السفر من أجل تعلم علم وهذا قد يخرج عن نطاق له، مع ملاحظة أنه يطول، يعني يكون باقي هناك سنة مثلا. لا هذا ليس سفرا، السفر هو ما كان ضربا في الأرض وهو الذي أذن الله فيه بالفطر والقصر. طيب شيخ، أما غير الضارب في الأرض وهو المستقر ليس مسافرا ولا يستحل شيئا من ذلك. المرأة والرياضة، لا جمعا ولا قصرا ولا فطرا. بحثنا هذا في حلقة المبتعثين وناقشناها طويلا في رأيكم في أن القصر يكون فقط للضارب في الأرض. المرأة والرياضة، هل يجوز للمرأة أن تمارس الرياضة من حيث هي رياضة ابتداء؟ إذا كانت رياضة جائزة، المرأة إنسان مكلف لها ما المكلفين عليها، ما عليه، مخالفة لطبيعة الأنوثة، وليس الذكر كالأنثى. لا، ليست مخالفة لها، بل المرأة تعمل وتشتغل وقد تبذل جهدا شاقا. فأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت تحمل النوى من أرض الزبير بن العوام في وراء الغابة على رأس هذه المدينة، وتطحنه وتعليه فرس الزبير، وكانت في أيام الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الغار في أعلى قمة جبل ثور تحمل إليهما النفقة. ليس فيه خطورة على جسدها واحتمال ضياع بكارتها مع المشقة وكذلك التأثير على ولادتها؟ لا تصل إلى ذلك، لكن المرأة تحتاج إلى العمل. فسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تطحن بالرحى حتى أثرت في أصابعها. هذا يحتج به بعض المانعين، يقولون أن رياضة المرأة هي عملها في البيت، فما الحاجة إلى أن تحدث لها أو ترخص لها في رياضة أخرى؟ لا يلزم أن تكون في البيت دائما، من أوجب عليها البيت. طيب، ولا بد لها في هذه الرياضة أن تلبس البنطال، وفي هذا ما فيه وما فيه. بالنسبة للستر، إذا كانت ساترة لما أوجب الله عليها ستره، مثل المرأة وحدها في صالة مغلقة تتريض، لها أن تلبس ما شاءت، مع زوجها وحدهما لها أن تلبس ما شاءت، مع النساء أو مع المحارم لا بد أن تلبس ما يستر عورتها مع النساء ومع المحارم. إذا كانت مع الأجانب لا يمكن أن تمارس بعض الرياضات أمام الأجانب لما في ذلك من بعض الحركات المعينة التي فيها إثارة، حتى لو كانت لابسة لكل شيء. لكن في بعض الرياضات مسموح بها حتى برؤية الأجانب كالسباق في الشارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن قال للجيش تأخروا حتى غاب عن نظرهم. نعم، لكن لا حرج في المسابقة، معنى إذا لبست عباءتها وجرت في الشارع أو في المكان المناسب لا إشكال عليها. طيب، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات امرأة تجري في الجيش تبحث عن ولدها الرضيع، حتى وجدته فألصقته بصدرها وأقامته ثديها، فأخذ من ذلك درسا وهو رحمة الله بعباده. لكن إذا كنا في العبادة شيخنا، في السعي، وبعض الفقهاء ينهون المرأة أن تسرع بين العالمين،
أصل مشروعية السعي بين العالمين امرأة، يعني تسعى بين العالمين، وهي هاجر أم إسماعيل عليهم السلام، فإنها كانت تسرع في أسفل الوادي تخاف على ولدها، فكان ذلك إحياء لسنتها واقتداء بها. إذن النساء أن يرملن في هذا المكان، أصل الإسراع بين العالمين في السعي أصل مشروعيته. طيب امرأة، إذا قلنا بجواز الرياضة بالنسبة للمرأة، فماذا عن إنشاء أندية رياضية متخصصة للمرأة في البلدان المسلمة؟ هل هو جائز؟ ما المانع منه إذا كانت الأندية خاصة بالنساء؟ الحقيقة في موانع، في موانع الشرعية. يعني مثلا عندنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، وهذه الأندية بالغالب فيها مسابح. ما 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 لا لا تظن أن هذا صحيح على إطلاقي. هذا عند الترمذي، ما أدري صح. لكن ما صح. لا يصح. طيب، يقتضي أن تخلع ثيابها في غير بيتها، والحديث معروف ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتك. هذا مقصود به خلع الثياب لأمر معين، هي تغير داخل ليس المخ... لا لا، ليس المقصود به مجرد خلع الثياب كناية عن الزنا، كان كذلك مباحش. لا لا، المقصود به كشف ما لا يحل لها كشفها أمام الأجانب. وإلا فلو لم يكن لها زوج أصلا ولا بيت لا تخلع ثيابها، إذا كانت في مدرستها أو في متجرها أو في لا تخلع ثيابها، فإذا ليس المقصود هو المنع من تغيير الثياب. طيب، فيه أيضا إنشاء الأندية يعني كثرة خروج المرأة من بيتها مخالفة للأمر الرباني بالقرار في البيوت، قرار البيوت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الله جميع النساء بأن يقرن في بيوتهن، بل أمر الله بذلك أمهات المؤمنين. العبرة بعموم اللفظ فيها، لا ليس فيها عموم، هي أمر، والأمر من قبيل المطلق لا من قبيل العام، وهو موجه إلى أمهات المؤمنين. طيب، إذا كانت المساجد، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. إذن التبرج أيضا ينهى عنه، لا لا، التبرج أنه ينهى عنه بآيات أخرى، لكن هذه لأمهات المؤمنين. طيب، إذا كانت المساجد، وهي المساجد يقول عنها صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، كأنه يعني في مثل هذه يعني هناك رخصة في ذهابهن، فكيف بغير المساجد؟ نعم، بالنسبة للمساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن، لأنه علم أن بعض الغيورين من الرجال يمنعهن، ولذلك فإن بلال بن عبد الله بن عمر لما سمع أباه يحدث بهذا الحديث قال والله لا أمنع عنها، فهجره أبوه عبد الله بن عمر، قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول والله لا أمنع عنها. طيب، في الأندية، في المقصود بذلك أن الغيورين ليس لهم أن يمنعوا نساءهم حضور المساجد، ولا الأندية، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدب الخروج، قال وليخرجن إذا خرجن تفيلات. هل يقاس عليها؟ العربي بالغ في هذا الحديث فقال الحديث صريح في أن لا يمنعن وفي هيئة خروجهن إذا خرجن، وأما نفس مشروعيته منهن فلا، هذا رأي من العربي. عجيب، لكن لا يوافق على هذا. طب عفوا، هل يقول إنسان أن هذا الحديث أصل في أن لا تمنع المرأة في الخروج إلى مصلحة؟ لو أرادت الخروج للنادي ليس لزوجها أن يمنعها مثلا؟ إذا كان النادي ليس مخوفا عليها، ليس لا يخاف أن يراها رجل ولا أن تخالط أجانب ولا أن هو يحتاط فقط، لا، لكن المهم أنه الزوج له أن يمنعها إذا عطلت مصلحته هو وما هو من حقه، أو إذا خاف عليها حراما، خاف عليها الاختلاط أو الرؤية أو الاختلاط مع الأجانب، هذا الممنوع. طيب، وكذلك إذا خاف عليها تغيرا في خلقها، إذا كانت إذا لقيت أولئك النسوة فسدت بأن تطاولت في الدنيا وكلفت زوجها ما لا يطيق، حينئذ له أن يمنعها لقاء النساء من هذا القبيل. يعني هناك من الإيرادات على الأندية أيضا شيخنا أن العاملين أو العاملات فيها كثيرا ما يلبسن ألبسة غير لائقة، وأنها تفتح بابا واسعا لحالات الإعجاب بين النساء لأن يكون بلباس الرياضة وكذا، وأن فيها الموسيقى لا تخلو، وأنه قد يكون هناك كاميرات تصوير قد يحصل هذا ويكون مخفية بطريقة ما. هذه كلها ضوابط، يقال بشرط لا يكون فيها كاميرا تصوير، بشرط لا يكون فيها موسيقى إلى آخره. فإن قال الفقيه إننا في واقع لا يستطيع الفقيه الذي يحل بضوابط أن يتيقن من حصول الضوابط، وليس يحل، فالأحسن الفقيه يخبر يقطع الطريق، لا، ليس له أن يقطع طريق ما فتح الله طريقه. طيب، هذا لا بد أن نفهم أولا دور الفقيه. الفقيه لا يحل ولا يحرم، الفقيه يروي وينقل، فالمحل المحرم هو رب العزة والجلال جل جلاله، فإذا أحل الله لا يحل لأحد أن يحرم، وتحريم ما أحل الله مثل تحريم. إذن أبطلنا مسألة المآلات والنظر فيها. بلى، موجود، لكن هذه المآلات اجتهادية، معناه أنا أرى أن هذا إذا كان هذا يؤدي إلى هذا المآل قطعا وترتب عليه هذه المفسدة، لي فيه اجتهاد بأن أقول إن هذا مما حرمه الله، ولا أقطع إن الله به حرم ما، نعم، ولا أقطع به، لا أقطع بأنه مقصود بذاته، أو أن هذا المآل إذا كان المآل مشكوكا فيه لا أقطع به قطعا. طيب، أنتقل إلى النقطة الثالثة، وهي الرياضة في المدارس، في مدارس البنات خصوصا، وإقرارها مادة معتمدة، أليس فيه بأس أيضا؟
لا ما أرى به بسن إذا كان المعلمات نسوان ويعلمن البنات بعض الرياضات التي تفيدهن في أبدانهن وليس فيها مبالغة وما ذكرناه من كانت طيب مضبوطة بالضوابط الشرعية. سأقول لك قول بعض المتحفظين يقول من خلال نظرنا في الواقع الذي آل إليه. لا هذا الواقع نحن ما نتكلم في الواقع، الواقع معناه ما كان. طيب أكمل. ونحن نتكلم عما يكون. أي هو الواقع ما ينبغي أن يكون. يقول من خلال نظرنا في الواقع الذي آل إليه الإذعان باعتماد الرياضة النسائية في المدارس كانت نهاية المطاف بأن تنقل شبكات التلفزة العالمية صور الفتيات المسلمات الرياضيات وهن عاريات إلا مما يستر السواء سباحات وعداءات ولاعبات في أروع مختلفة من الرياضة. فيرى أن كل تقرير للرياضة في باب الأندية أو في باب المدارس هو خطوة أولى لهذه المسألة. لا هذا صرف في سد ذريعة. لكن المهم أن هذه الأمور التي ذكر أنها يؤول إليها هذا أو قد يؤول إليها هي محرمة فتمنع هذه الأمور ولا تمنع ولا يمنع ما أحل الله. طيب هم يقولون أن حصص الرياضة في مدارس الأولاد ما نفعت أبدانهم نفعا حقيقيا، فالاحتجاج بنفع الأبدان في مدارس البنات هو مغالطة. يعني عندنا تجربة قائمة ما حصل منها نفع، فلماذا نعرض هذه التجربة؟ لكن هل الرياضة أصلا نافعة للبدن أو لا؟ نعم خلاص إذا قلت إن الرياضة نافعة فهذه قد تصاب الطالبة بالعين لأن تلبس لبس رياضي يكون يعني ربما في شيء من الضيق أو على كل حال لا خافت من العين تلبس لبسا واسعا ما تلعب الفستان هذا أو المريوك لا ليس لا يلزم أن يكون فستان. طيب إذا كانت الحصة الرياضية تلزم الطالبات بملابس غير محتشمة في دولة من الدول فهل يجوز محل السؤال هل يجوز للطالبة أن تلتمس عذرا طبيا مزورا من أجل أن تعفي نفسها من طبعا إذا كانت ستقع في محرم أن تكشف أو أن يكون مصورا أو أن يكون بحضرة رجال أو نحو ذلك فلها أن تحترم مثل هذا تختلق أي عذر يمنعها من ذلك. طيب إقامة مثل الآن فرنسا اللي تمنع أصلا ستر الرؤوس نعم لهن أن يحتلن بأي حيلة. الفرق الرياضية النسائية هل يجوز تكوينها؟ هذه سألت عنها الآن وقلت لك لا مانع مش عندي فرقة يعني إذا كانت فريق كرة قدم فريق كرة سلة فريق كرة بين النساء لا تلعب إلا مع النساء ولا يراها طيب الرجال لا حرج. تدريب المرأة على الرياضات الشاقة الجمباز الملاكمة هل يدربها رجال أو نساء؟ نساء لكن وما المقصود بها؟ يعني ستكون مقاتلة مجاهدة أو لا أبدا فقط رياضة لا بعض لا النساء يحببن أن يتدربن على كمال الأجسام لا يحتاج النساء إلى هذا لا يحتاج إليه غالبا. طيب هناك ألبسة للسباحة شيخ يعني تكون للمرأة خاصة عبارة قد عن تحتاج المرأة إلى بعض في بعض البلدان إلى ما تدفع به عن نفسها من الملاكمة لكن لا تحتاج إلى الاحتراف فيه. طيب هناك ألبسة السباحة للمرأة بعضها عبارة عن بنطال طويل يكون واسعا وشيء فوقه ومثل غطاء الرأس فهل لها أن تسبح به أمام النساء ثم أمام الرجال؟ أمام النساء نعم تسبح به لكن أمام الرجال لا تسبح السباحة ستفسق. أظن معي صورة تأذن لنا نعرضها يا شيخ. صورة حقيقية ورسمة صورة طمسناها احتياطا إذا كان هذا مثلا عبارة عن كما ترى البنطال واسع نوعا ما وقميص طويل وحجاب للرأس لها أن تسبح به مثل هذا؟ لها أن تسبح به بين النساء ولها أن تمشي به بينهن لا حرج فيه. طيب لكن بالنسبة للرجال لا لما أليس مشبها لبعض ما رخصتم في لبسه للمرأة في زينة المرأة في العام الماضي إن عبارة عن بنطال واسع إذا كان يستر كل ما أوجب الله عليه استره لا مانع. نعم لكن إذا لما لا تسبح به إذا كان لأن السباحة تلصقه بالبدن وأيضا حركات السابح فيها حركات معينة مثيرة فلا تفعلها المرأة أمام الرجال بوجه من الوجوه. طيب ظهور المرأة باللبس الرياضي لنقل المحجب مثل هذا مثلا في التلفاز ليس في السباحة إنما تظهر في التلفاز مثلا لتشرح لعبة رياضية أو إذا تحركت تلك الحركات لا يجوز ذلك لأن تلك الحركات تبين مفاصل في البدن. طيب لا يحل لها يظهر إذا مشاركة المرأة وحتى ولا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يخفين من زينتهن. إذا مشاركة المرأة في الأولمبيات من باب أولى أن يكون ممنوعا دولية إلى الآن مباريات الأولمبية لا بد أن يكون فيها رجال صحيح والمرأة ممنوعة مشاركة. طيب كشف الفخذين شيخنا الفخذان عورة الفخذ عورة ترون عورة وحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان في البيت كاشفا عن فخذه صلى الله عليه وسلم ودخل أبو بكر وعمر فلما دخل عثمان حمل ذلك كثير من أهل العلم على أن المقصود بالفخذ ما اقترب من الركبة من الفخذ ما هو قريب من الركبة من الفخذ تابع للركبة ما قارب شيء له حكم. وحديث أنس رضي الله عنه بادية فخذه ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذا لم يكن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجرى الفرس لكن تركه على السلامة جرى المندوب جريانا شديدا بل قال إن وجدته لبحرى فبدأ شيء من فخذه وكله المقصود به ما اقترب من الركبة.
طيب لو قلنا بما قاله الإمام بن رشد في الجمع بين الأحاديث، أحاديث النهي وأحاديث الكشف، وأن الأقرب للصواب أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفخذ أنه عورة، يعني عورة يجب سترها، أنه ليس بعورة، أي ليس بعورة يجب سترها كالقبل والدبر، وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها، فكأنه جعل عورة مغلظة. عورة غير مغلظة، نعم هذا منصوص في الفقه أنه عورة غير مغلظة إلا ما اقترب منه. طيب غير مغلظة معناه يترخص في كشفها في المباريات؟ لا، معناه لو بدت في أثناء الصلاة لا تبطلها، ولو بدت من غير قصد لا إثم على النساء. ولو احترف اللاعب وكان الفريق يعني أقصى ما يمكن أن يلبس سروالا مثلا يدنو من الركبة لكن يكشف شيئا من شوي شيء يسير جدا يعني من الفخذ لا بس مقدار مثلا 4-5 أصابع لا حرج فوق ذلك؟ لا. طيب ما يلبسه لاعب كمال الأجسام وما أشبه؟ نعم، ما يلبسه لاعب كمال الأجسام وما أشبه ما أعرفه، ما هو؟ لا يلبسون إلا ما يستر السواتين. لا ما يستر فقط. لا، ما يلبسه لاعب الجنباز وهو لباس ساتر لكنه ضيق جدا، هذا محل خلاف. قد كره المالكية اللبس هذا النوع من اللباس لأنه يحدد العورة مع أنه لا يشف عن ما تحته. لا يشف، أما إذا كان يشف عن ما تحته لرقته لا، لكن يحدد مثلا السوأتين تحديدا بالغا. نعم، فهذا مكروه عند المالكية ومحرم عند بعض الفقهاء. طيب عندنا نوع آخر من الرياضات، هي الرياضات التي فيها الحقيقة مخاطرة، وتسمح لي أن أريك مقطعا هنا لنموذج منها حتى نتبين منكم حكمها. سنراه الآن على الشاشة، يعني هذا الآن يقفز من هذا العلو ثم يتدحرج على هذا المسار، وهذا يقفز بالسيارة هكذا وهو في داخلها ويخرج منها ويعود إليها ثم تنزل وتجري في مجراها مرة أخرى، وهذا نوع آخر يقفزون من هذا العلو إلى هذا الوادي السحيق مربوطا بالحبال طبعا. نعم، يقفز هكذا ثم يعود مرة أخرى ويمسك به ويصعد. فهذا النوع من الرياضات، وبعض هذه الرياضات بالذات مثلا يطلبون منك أن توقع على ورقة أن ما أصابك جبار لم يكن ليخطئك. هذا ما أصابك لم يكن ليخطئك، لكن المهم أنه جبار ليس فيه ضمان. نعم، فمثل هذا النوع من الرياضات يعني ما حكمها؟ إذا جربت سلامته وكانت غالبة، كانت نسبة الإصابة مثلا 1% أو 2% أو 3% فلا حرج في مثل هذا، وإذا كانت السلامة نادرة فهو حرام مطلقا. إذن هل مثلا يقال، عفوا تفضل شيخ آسف، وإذا كانت النسبة مشككة بين هذا وهذا فترجع إلى فائدته وما يتوخى منه، فإذا كان فيه فائدة كبيرة جدا مثل الذين يسبحون في أعماق البحار من أجل استخراج اللآلئ والأشياء المفيدة يؤذن لهم في تلك الرياضة الشاقة، مع أن فيها مخاطرة لكن مع ذلك فيها مغنم. طيب الملاكمة والمصارعة خصوصا، الملاكمة اللي نقول أولا هي جائزة مع ما ورد من النهي عن ضرب الوجه؟ نعم، الملاكمة لا يشترط فيها ضرب الوجه، الملاكمة هو المقصود بها إسقاط الخصم، والضرب في أي مكان لا يشترط أن يكون للوجه. فإن كان فيها ضرب وجه لا يتعمد الإنسان ضرب الوجه. طيب وفيها لكن له أن يضرب على العنق وله أن يضرب في الغالب الرأس. فيها إصابات لكن خطيرة قد تؤدي للموت أحيانا وكسر لا إذا كانت نسبة كبيرة معتبرة فلا يحل مشاركته فيها، إذا كانت نسبة ضئيلة بحسب نسبتها بحسب. وإذا حصلت إصابة تكون هناك قصاص فيها إذا أصاب لا إذا كانت عن تعمد نعم فيها قصاص، وإذا كانت من غير عمد في اللاعب ما تدري هو عامد ولا لا، لكن يعرف من. طيب رياضات الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه والجودو والكونغ فو نعم هذه يضطر إليها الإنسان وهو محتاج إليها فلا بد أن يعرف منها شيئا، لكن أيضا لا يحتاج الإنسان للمبالغة، بالأخص النساء ما في ضرورة للاحتراف فيها. فيها مشكلة إذا تعلمت ما تدفع بها عن نفسها، فيها مشكلة الانحناء شيخنا من تقاليدها، لا يلزم أن يفعله الإنسان، وإن فعل هل هذا الانحناء اليسير ممنوع؟ لا، الممنوع هو الركوع والسجود شكل العبادة تماما، المجزئ في الركوع والمجزئ في السجود هو الممنوع، فالانحناء الذي دون الإجزاء لا يجزئ في الركوع ولا السجود. طب هل هذا يتوقف على حالة الإنسان الصحية؟ يعني مثلا المريض يجزئه الشيء اليسير بينما المعافى لا، نحن نقصد المعافى. إذا الانحناء اليسير معناه لا يدخل في حيز الركوع لا. ولو كان المحيا كافرا ما يضر، لأنه لا يقصد بذلك تعظيمه هو حتى لو كان مسلما، المسلم ليس ربا وللكافر ربا. صحيح. طيب أحيانا يستخدم في هذه الألعاب خصوصا السيوف والرماح والكذا، لا يكون فيها نهي من جهة رفع السلاح؟ نعم، لا يشار بها على المسلم، معنى لا يلعب بها، ومن مر ومعه سهام من سوقنا أو من مسجدنا فليمسك بنصالها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ليلا يضر أحدا.
أما إذا كان اللسان موقن أنه لن يضر أحدا وشرب ذلك فلا حرج. طيب شيخنا، لدينا بعض الأسئلة والأحكام العامة. سجود الشكر عند تسجيل هدف ما جائز؟ طبعا كل نعم، كل نعمة أنعم الله بها عليك أيا كانت لك. أنا رأيت بحثا لأحدهم منعه من 20 وجها. أيوة، ما هي؟ ذكر منها أن هذا السجود قد يفهم من غير المسلمين خطأ فيظن أنه سجود للجماهير. لا، هذا لا يمنعه، سجود لله. غالب أهل العلم يرون أنه لا يسجد لله شكرا إلا في الأمور العامة التي فيها مصلحة أهل الإسلام وليس في الأمور الخاصة. لا، لكن ثبت عن عدد منهم ابن عباس وغيره السجود في الأمور الخاصة، ليست الأهداف من جنس النعم التي تستحق الشكر، بل هي له ولا كل نعمة أيا كانت فهي من نعم الله. قاسوه على قول ابن عمر لما سئل عن قاتل النفس وشارب الخمر الذي يذكر الله، والله يقول اذكروني أذكركم، قال إن ذكر الله هذا ذكره بلعنته حتى يسكت، يعني مجرد. لكن هل هذا شارب خمر أو قاتل نفس؟ لا، هو يعني في معصية، في مكان معصية مختلط، في مثلا لابس ما هو فوق فوق الركبة. لا، ذكرنا أنه ما فعل معصية، إذا كان في معصية أصلا لا يجوز له أن يفعله. طيب، الصحابة تسابقوا في الخيل والتباقي في الماء وما ثبت عنهم سجود الشكر، وهذه عبادة توقيفية. ما ثبت عنه في ماذا؟ أنهم سجدوا سجود شكر للفوز. لا يلزم ذلك، لأنها ليس واجبا، ليس وجوبا. عبادة توقيفية. عبادة ليست واجبا. حتى لو ثبت أنهم فعلوا لا يجبها ذلك. طيب، هدف الفائز نعمة لي أنا، ولكنه نقمة على أخي الذي أمامي، فهل يجوز لي أن أظهر الفرح بنعمة هي نقمة على أخي؟ نعم، الله فضلك عليه. طيب، الشطرنج ما رأيكم في شيخنا؟ الشطرنج ورد النهي عنها من عدد من الأوجه، فلذلك لا ينبغي أن يشتغل. النهي الصريح لم يرد عن الشطرنج بعينه، ورد عن النرد. لكن ورد عن النردشير وال. طيب، والحاق الشطرنج به مفهوم؟ الحاق الشطرنج به لأن فيها صور، لأن فيها الشاهة والبيدق، في الشاهة صورة ملكة. هذا رقم في ثوب شيخ، هذا مثل ما قلت. البيدق رؤوس الخيل. لا، لكن الشاهة فيها تعظيم لي. ملكتها، والبيادق هي رؤوس خيل. بعضها يكون أشكال غير واضحة المعالم، يعني مطموسة لحد كبير، فهل يزول الحرج بهذا إذا كان الأشكال في التماثيل فقط؟ ذكر أهل العلم أن من فعلها مرة أو مرتين فلا إثم عليه، ومن اشتغل بها حتى غلبت عليه فإن ذلك يقدح في مروءته فتكون محرمة. وحصلت قصة لابن العربي أبي بكر رحمه الله عجيبة، خرج مع والده من الأندلس، ف كانوا في البحر الأبيض في وقت هيجانه، فانكسرت السفينة التي هم فيها فغرق أكثر ركابها، وبقي هو والده على لوح منها، فجاع وتمزقت ثيابهما وتعرضا لأذى الحيتان، فرأتهما سفينة لملك من الملوك فأنقذتهما، فلما جاء بهما إلى الملك إذا الملك من هوايته لعب الشطرنج، وكان يغلب في لعبها، فلما أدخل عليه وهو يلعب الشطرنج قال ابن العربي لو قدمت هذه مكان هذه لفزت، ففعل ففاز الملك، فسر بهذه الإشارة سرورا بالغا وأحسن مثواهما. إذا نفعه الله بالشطرنج. نعم، فقيل ابن العربي متى تعلمت الشطرنج؟ فقال علم كل شيء أفضل من جهله. ابن حجر يقول لم يثبت شيء منها من طريق صحيح ولا حسن. نعم، هذا لفظ الشطرنج. وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم، وممن كان يلعبه غبا سعيد بن جبير رضي الله عنه. لكن اللاعبون إنما كانوا يلعبونه، الذين روي عنهم ذلك عبد الله بن جعفر وغيره، إنما كانوا يفعلون ذلك غبا أي مرة في السنة. إذا ليس محرما في ذاته، معنى فقط هو الانشغال به. نعم، الانشغال به وكذا، معنى الذي يلعبه المرة بعد المرة فأمره. نعم، أمره سهل. في سهل. طيب، النرد هل كل لعبة فيها هذا الزهر داخلة في النرد الممنوع؟ لا، النرد فيه المربعات وألوان مختلفة، وهو كان من لعب الوثنيين في مملكة فارس، وهو النرد الشير الذي ورد فيه الوعيد الشديد والتحذير منه. طيب، نحن غمس يده فيه كأنما. سنضطر الآن للوقوف لأجل الوقت، بقيت مسائل قليلة، أرجو أن نرجئها للأسئلة والمراجعات حتى لا نأخذ حلقة ثالثة في الرياضة. أيها الأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لضيفنا الجليل، وسيكون حديثنا غدا بإذن الله تعالى عن أحاديث الفتن وكيفية التعامل معها. ننتظر أسئلتكم وإضافاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم.
وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر.